أيها الإخوة الكرام، لا شك أن اليأس كفر وأن القنوط كفر وأن أخطر شيء يصيب الأمة أن تهزم من الداخل أو أن تقع في اليأس. لذلك ساق الله جل جلاله قصص الأنبياء لتكون لنا دروسا عملية. الآن أعرض عليكم قصة بمقاييس الأرض، هل هناك أمل واحد بالمليار أن ينجو هؤلاء؟ سيدنا موسى حينما سار بقومه بني إسرائيل وهم شرذمة قليلون، أتبعهم فرعون بجنوده وفرعون بجبروته وطغيانه وحقده وقوته وبطشه، وصلوا إلى ساحل البحر، هل هناك من أمل؟ إطلاقا، ولا واحد بالمليار. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. نبي كريم معه وحي السماء، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. هذه القصة أيها الإخوة تبين لنا أن الذي ييأس أو يقنط لا يعرف الله أبدا، عليه أن الله بيده كل شيء، وما أمره كن فيكون، زل فيزول. هذا عبرة أن نكون مؤهلين لكي ينصرنا الله عز وجل. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فإذا بالبحر يصبح طريقا يبسا، يمر فيه هذا النبي الكريم مع قومه من بني إسرائيل. فلما وصلوا إلى الضفة الثانية دخل فرعون في الطريق اليبس، فلما صار في منتصف البحر الأحمر عاد البحر بحرا. هذه القصة لمن؟ لسيدنا موسى. جاء القرآن بعد سيدنا موسى لمن؟ لنا. إياكم أن تيأسوا، لكن البطولة أن تقدم لله سبباً كي يتدخل من أجلك. إذا تدخل الله عز وجل حسب كل شيء، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. هذه القصة ليست لأخذ العلم بما حصل لسيدنا موسى أبداً، ومن يظن كذلك فهو لم يقرأ هذه القصة. أرادها الله درساً عملياً لنا، وضع لنا حالة الأمل في النجاة صفر. والآن آلاف المسلمين يقولون لك الآن ليس هناك حل أرضي، بالأرض ما في حل، لأن هذه القوة الطاغية لا تستطيع قوة في الأرض من بني البشر أن تقف أمامها. فبدل أن نيأس وبدل أن نقول انتهينا، إذا قرأنا القرآن نؤمن أن الأمر بيد الله، ولا يليق بكمال الله أن يجري في ملكه ما لا يريد، ولا يمكن لجهة أن تتألى، فالله سبحانه وتعالى يقسمها. هذه قصة. قصة ثانية، المصائب لا تعد ولا تحصى، مصائب متعلقة بالجسم، أمراض، مصائب متعلقة بالدخل، إفلاسات، كوارث اقتصادية، بطالة، دخل قليل، فقر مدقع، هذه مصائب. مصائب تنال الإنسان مباشرة، قد يفقد حريته، لكن بربكم كل هذه المصائب إذا استعرضناها هل من مصيبة أكبر أن يجد الإنسان نفسه فجأة في بطن حوت؟ قال فم الحوت يتسع لخمسين رجل واقف، واقفين فمه فقط لا بطنه، فم الحوت يتسع لخمسين رجل واقفين، طوله 180 متر، وزنه 150 طن، هذا الحوت الأزرق. فنبي كريم فجأة يجد نفسه في فم الحوت، فالتقمه الحوت. في أمل، في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل
والظلام موحش، وفي ظلمة البحر وظلام البحر أشد وحشة، وفي ظلمة فم الحوت، في الليل وفي البحر وفي فم الحوت. فنادى في الظلمات، يعني أنت أحياناً بتكون في أمس الحاجة إلى استخدام الهاتف المحمول إلى خارج التغطية، أنا تحت كان في تغطية نعمل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لعل أجمل ما في الآية التعقيب الذي قلبها قانوناً، قانون وكذلك ننجي المؤمنين، يعني في كل عصر. هذه ليست لسيدنا يونس وحده، هذه القصص لنا أيها الإخوة، هذه القصص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إطلاقاً ليست العبرة أن نأخذ علماً بما وقع لسيدنا يوسف أو سيدنا يونس أو سيدنا نوح أو سيدنا إبراهيم، هذه مصيبة والأمل منعدم، الأمل صفر. قصة ثالثة، نار أضرمت كالجبل وجيء بفتى يقال له إبراهيم وألقي في النار، في أمل، نار عظيمة أضرمت، ألقي في وسطها والأمل معدوم. بكلمتين قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. قال علماء التفسير لو أن الله قال كوني برداً لمات من شدة البرد، ولو لم يقل كوني برداً وسلاماً لمات من شدة البرد، قال برداً وسلاماً، ولو لم يقل على إبراهيم لالتغى فعل النار إلى الأبد، كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. أخواننا الكرام، هذه القصص لنا، هذه القصص تعلمنا أن أمر الله هو النافذ. ماذا فعل إخوة يوسف؟ أرادوا به كيداً، أرادوا قتله. كيف؟ حينما وضعوه في غيابة الجب، وضعوا بالسجن أفضل مليون مرة من وضعه في غيابة الجب. السجن حياته مضمونة، أما هناك من ساق هذه السيارة وأرسلت واردها فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، هذا فعل الله. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. لذلك المؤمن لا ييأس ولا يقنط ولا يرى إلا يد الله وحدها تعمل، وأن يد الله فوق أيديهم. الطغاة العتاة المجرمون هؤلاء ليسوا مطلقين، ما من آية أدق في هذا المعنى من قوله تعالى فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني تصور وحوش كاسرة، وحوش مفترسة، وحوش مخيفة، لكنها مربوطة بأزمة بيد قوية رحيمة عادلة. علاقتك مع الوحوش أم مع هذه اليد؟ مع اليد، لأنها إن أرخت الزمام وصلت إليك، وإن شدته ابتعدت عنك. علاقتك مع من؟ ليس مع الوحوش، ولكن مع من يملكها. لذلك ورد في بعض الآثار القدسية أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم.
هذا القرآن شفاء للنفوس، هذا القرآن يبعدك عن اليأس، يعطيك التفسير الدقيق لما يجري في العالم. الأمر بيد الله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، والمستقبل لا يعلمه إلا الله. هذا الذي ينظر لمستقبل بعيد ويعود يائسا إنسان لا يعرف الله. هذه الكتلة الشرقية التي تملك من القنابل النووية ما تستطيع تدمير الخمس قارات خمس مرات، كيف تداعت من الداخل؟ من كان يصدق قبل أن تنهار بسنتين أنها ستنهار؟ الأمر بيد الله عز وجل، ليس معنى هذا أن نقعد وأن ننتظر أن تدمر وحدها، هذا موقف غير مقبول أبدا. لكن أنا أقول هذا الكلام لئلا نيأس. الأمر بيد الله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه القصص، قصة سيدنا يونس في بطن الحوت، وقصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل حينما أتبعهم فرعون بجنوده، وقصة سيدنا إبراهيم وهو في النار، وقصة سيدنا محمد وهو في الغار قال له لقد رأونا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ إذا أنت حينما تؤمن أن الله قادر يقينا أن يغير موازين القوى بلحظة، ما عليك إلا أن تقدم لله سبب أن ينصرك. وهذا الكلام موجه للأفراد والشعوب، موجه لأحاد المسلمين، وموجه لمجموع المسلمين، موجه في أقل شيء وموجه في أخطر شيء. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وهذه القصص أولا هي لنا وليست لقوم يونس ولا لقوم موسى عليه السلام ولا لقوم إبراهيم، هي لنا لأن هذا القرآن نزل بعد كل هذه القصص. الآن ليست هذه القصص لأخذ العلم، لا، هذه القصص من أجل أن تجعلها قانوناً يحكم تصرفاتك. والحمد لله رب العالمين.